طيب خلينا نبدا في الحلقه على طول ونروح نشوف اهم الاعلام النهارده. الاهلي يخوض مباراه وديه استعدادا لوفاق ستيل. يوسف الوقت ما زال مبكرا للحديث عن انتقالات يناير. الاهلي يوضح اسباب غياب ميدو جابر عن مواجهه الترسانه. الفريق يطير الى الجزائر 21 اكتوبر. مؤتمر صحفي لاجري للحديث عن مواجهه اسواتيني. رمزي يكشف موقف صلاح من مواجهه الغد. ميسي يوافق على انتقال صلاح لبرشلونه.